نعم. سبها اليوم تتحدث، هذا هو صوت سبها الحقيقي، وهؤلاء من يمثلون سبها. سبها يمثلها أبناءها الشرفاء الذين تهمهم مصلحة الوطن وليس مصالحهم الضيقة. سبها لا يمثلها من هو قابع عنها بآلاف الكيلومترات ويدعي بأنه يتحدث باسم سبها. سبها أبناءها الشرفاء اليوم متواجدون هنا اليوم في هذه الساحة للنطق بكلمة الحق، نعم لحكومة الوحدة الوطنية التي ما أبت إلا أن تخرج هذا الوطن من ظلمات 10 سنوات عجاف. حكومة الوحدة الوطنية التي جاءت كحل حقيقي ومؤقت لمشاكل ليبيا. نعم لدعم حكومة الوحدة الوطنية وضد أي قرار يمس هذه الحكومة الوطنية ويمس إرادة الشعب. أول حاجة جمعة مباركة للليبيين مساء هذا اليوم. زي ما تشوفوا اليوم في وقفة إن شاء الله تضامنية مع الحكومة الوطنية اللي تم سحب ثقتها من قبل مجلس النواب المنتهي صلاحيتها. للأسف الشديد قرار كان قرار سيء جدا، قرار غبي إنجاز التعبير. اليوم نشوفوا ليبيا كلها اليوم إن شاء الله واقفة مع الحكومة الوطنية ومؤيدين الحكومة الوطنية، وإن شاء الله ربي يوفق هالحكومة. احنا نتمنى أن هالحكومة توصل للانتخابات باش نوصلوا لبر الأمان بإذن الله. تحية لكافة الشباب الليبي وتحية لكافة ربوع ليبيا. احنا طبعا ضد النعرات السياسية وضد الاتجاهات وضد كذا بالنسبة حتى على نفسي، ولكن احنا نشوفه بالشيء اللي يمس المواطن او يمس الوطن احنا نكون ضده. الشيء الثابت الذي لا يتحرك هو الوطن. احنا مع الشباب ومع الوطن، واللي يدعم الشباب واللي يدعم الوطن واللي يكون مع يحس بألم المواطن ويحس بالإنسان والحياة المعيشية، احنا حنكون معاه ونكون داعمينه ومش حنقصره، واحنا هذا همنا. ربي يحفظ ليبيا والوطن والمواطن. يا سكان سبا بجميع ثقافاتها وعضواتها بجانب قرارات تعصب صدر من البرلمان بسحب الثقه من حكومه الوحده الوطنيه، ولهذا تظاهر اليوم برفض هذا القرار الخاطئ والصادم لكل اهل وشباب ليبيا. سحب الثقه من حكومه لم تبقى في عمرها سوى بعض الشهور، ما هو الا لتعزيز الوحده الوطنيه وتعزيز دم في دم الشمل الوطن وتعزيز الوصول الى الانتخابات الرئاسيه والبرلمانيه القادمه في موعدها 24 ديسمبر. وهذا ما جعلنا اليوم نخرج في مظاهره اصحاب البرلمان الفاشل ولنواطه الذين لا يملكون هذا حتى اصبح اصحابهم مصدر شخصي يجمع عليهم كل الليبيين، لما اصبح حالنا عليه اليوم من قراراتهم الفاشله والمسلسه واجتماعاتهم الهزيله، بل اصبح ظهورهم على انهم نواب الشعب بالامر المهين محليا ودوليا. فواجبنا اليوم اسقاط هذا جسم المتهالك والمسدود، وندعوكم اليوم للوقوف صفا واحدا شرقا وغربا وشمالا وجنوبا لاسقاط البرلمان والوقوف مع حكومه الوحده الوطنيه، ليس لتمجيد رئيس المهندس عبد الحميد البيبه، بل لما لبسناه بهذه الحكومه من تنفيذ تمسسات المؤسسات والعمل على تدليك الصعاب على المواطن الدفع للمصالح الشامله ورد الحلول، وايضا دعمها للشباب واصدار رئيسها على الوصول الى الاستحقاق الانتخابي في وقته. نؤكد على دعمنا لهذه النقاط الاتيه: 1 اسقاط البرلمان مكتب شعبي لكل الليبيين، 2 الوحده الوطنيه واستمرارها في تنفيذ مؤسسات الدوله لان ليبيا وحده واحده ولن نسمح بتقسيمها تحت اي سبب، 3 ندعم الحكومه باستمرار في مشاريعها لدعم الشباب والخدمات داخل المدن الليبيه والحياه معا، وندعم عليه لبناتنا قويه وناجحه، 4 تأكيد الوصول إلى الانتخابات الرئاسية والبرلمانية بوقت محدد، 5 ندعم المصالح الشاملة بدون قيد أو شرط وإخلاص كل السجناء لأهاليهم، وعاشا ليبيا وطن.